السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا هنتكلم مع بعض عن الإدارة بالأهداف. الوحدة الأولى هنتكلم عن مفهوم وأهمية الإدارة بالأهداف. نتكلم عن المفهوم، عن الخصائص، الخطوات، المزايا، المتطلبات، المشكلات. تمام، نيجي نشوف مفهوم الإدارة بالأهداف. نقول هي فلسفة يتم بمقتضاها تحديد أهداف المنظمة ووسائل تحقيق هذه الأهداف. يبقى بنحدد الأهداف ووسائل تحقيق هذه الأهداف. طب من خلال ايه بنعمل كده؟ من خلال ايه؟ من خلال الاتفاق بين الرؤساء والمرؤوسين في جميع المستويات الإدارية عليا وسطى تنفيذية على هذه الأهداف، وذلك بأعلى درجة من الكفاءة. يعني بنركز هنا على عنصر التكلفة، والفعالية بنركز على تحقيق الهدف في الوقت المطلوب وبما يحقق رضا المنظمة والعاملين معها. طيب نيجي نشوف بقى. طبعا المفهوم اللي انا قلت لكم عليه تكتبوه على بعض وتكتبوه مجزأ كده براحتكم، المهم ان انتوا انا جزأته عشان يبقى سهل عليكم. نيجي نشوف بقى ما هي الخصائص الرئيسية للإدارة بالأهداف. في حاجة اسمها الخصائص الرئيسية للإدارة بالأهداف، في حاجة اسمها الخصائص الأهداف، فخلوا بالكم في الوحدة اللي بعد كده. أول خاصية إن الإدارة بالأهداف تخضع لكل ما تخضع له عملية الإدارة، الإدارة التقليدية بتاعتنا اللي احنا درسناها قبل كده وعارفينها، حيث تتكون من عدة مراحل: التخطيط، التنظيم، التوجيه، الرقابة. معنى كده إن الوظيفتين واحدة في الإدارة التقليدية والإدارة بالأهداف. يتم وضع الأهداف على مستوى الوحدات التنظيمية عليا وسطى تنفيذية وعلى مستوى المنظمة ككل. دي الخاصية التانية. في الخاصية التالتة بنقول ان في مشاركة بين الرؤساء، المشاركة دي حاجة تخص الإدارة بالأهداف تتميز بيها. في مشاركة بين الرؤساء والمرؤوسين في وضع الأهداف على كافة المستويات الإدارية عليا وسطى تنفيذية. المفروض ان الإدارة التقليدية ما فيهاش الخاصية دي. يلتزم الرؤساء والمرؤوسين بتحقيق النتائج التي تم الاتفاق عليها بين الطرفين. يعني الاثنين مسؤولين عن تحقيق الاهداف. طالما الطرفين الرؤساء والمرؤوسين اتفقوا على اهداف محدده وخلاص ناقشوها ووافقوا عليها، يبقى يلتزموا بتحقيق هذه النتائج التي تم الاتفاق عليها. تستخدم النتائج التي تم تحقيقها كاساس للرقابه الذاتيه وتقييم الاداء. يعني وصلنا للنتيجه خلاص، هي دي الاساس اللي هنقيم عليه الاداء بتاع العاملين. نيجي بقى بعد كده لخطوات الاداره بالاهداف. اول حاجه بنقول بنبتدي بالمرؤوسين، وارجوكم تخلوا بالكم كويس معايا في الجزئيه دي. يقوم المرؤوسين، مين اللي بيطلب منهم كده؟ الرئيس. بيقول لهم حطوا لي خطه مبدئيه لمده 3 شهور او 6 شهور او سنه، حددوا لي فيها الاتي. ايه هو الاتي ده؟ ان الاهداف بتاعه الخطه، اساليب تحقيقها، الوسائل اللي هيستخدمها المرؤوسين في تحقيقها، معايير القياس لدرجة نجاحها، والصعوبات المحتملة والتي تعوق تحقيق هذه الأهداف. يعني يقدموها في شكل تقرير. بعد كده بيجتمع بيهم الرئيس، يحصل اجتماع بين الرئيس والمرؤوسين لمناقشة الخطة المبدئية، ويحق للرئيس أن يعدل هذه الخطة. من حقه أن يعدل بما أنه أكثر خبرة منه. تمام؟ وفي نفس الخطوة دي برضه، في نفس الاجتماع ده، يتم توضيح وتحديد دور كل من الرئيس والمرؤوسين. يعني الرئيس عليه التزامات ايه والمرؤوسين عليهم التزامات ايه في تحقيق هذه الاهداف، والمساعدات التي يتعين على الرئيس ان يقدمها للمرؤوس. يعني في مشكلة يحلها له، في حاجة ناقصة يجهزها له، لازم تبقى موجودة، وهكذا. نبتدي بعد كده مرحلة التنفيذ. مين اللي بيقوم بيها؟ المرؤوس. تمام؟ في تنفيذ الخطة وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ويقوم الرئيس بدور القيادة والمتابعة وتقديم النصح والإرشاد. يبقى في مرحلة التنفيذ المرؤوس بينفذ، الرئيس بيقدم النصح والإرشاد وبيتابع ويحل لهم أي مشكلة. يجي يحصل اجتماع تاني بين المرؤوسين والرؤساء. ليه؟ علشان يناقشوا بقى يا ترى وصلنا للنتيجة المطلوبة وبنسبة قد إيه؟ تمام؟ يجتمع الرئيس والمرؤوسين بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة لتحقيق الأهداف مرة أخرى، حيث يقوم الطرفين بتقويم الأداء. هما الاثنين بيتفقوا على الطريقة بتاعة تقويم الأداء، بناء على إيه؟ بناء على النتائج اللي وصلوا لها. تمام؟ وفي نفس الوقت
بيتعرفوا على الانحرافات واسبابها وسبل علاجها وبحث امكانية تجنبها في المستقبل. يعني لو في انحرافات انا حققت النتيجة بنسبة 8% مش بنسبة 10%، اشوف ال 2% دي نتيجة لايه وحصلت ليه. نيجي نتكلم بعد كده عن مزايا تطبيق الإدارة بالأهداف. ليه احنا بنطبق الإدارة بالأهداف؟ لانها بتحقق لي مزايا للطرفين، مزايا للمنظمة ومزايا للمرؤوسين. المزايا بتاعت المنظمة، اولا زيادة فرص تحقيق الأهداف. ليه؟ لأنها جاية بالاتفاق بين الرئيس والمرؤوس، وبالتالي في رضا للطرفين. توفر للمنظمة معلومات كثيرة. ليه؟ لأن المرؤوسين عندهم قدرة على إن هم يمدوا الرؤساء بتوعهم بمعلومات عشان هم أدرى بالواقع منهم. تنمية العمل الجماعي، بيبقى فيه روح فريق من المجموعة. تزويد المنظمة بأسس موضوعية لتقويم أداء العاملين، يبقى التقويم موضوعي بناء على النتائج اللي وصلوا لها. تيسير عدالة توزيع الأجور الإضافية والمكافئات على العاملين لارتباطها بالنتائج. وصلوا للنتيجة خدوا الايه الأجور الإضافية وخدوا المكافئات، ما وصلوش للنتيجة بيعاقبوا. المزايا للمرؤوس ايه هي بقى؟ الحكم على أداء المرؤوسين بايه بطريقة أكثر دقة، مش وفقا للمزاج الشخصي بتاع الرئيس. زيادة دفعية المرؤوس للعمل وإحساسه بأهميته. ليه إحساسه بأهميته؟ لأنه بيشارك في تحديد الأهداف ووضع الخطة. رفع الروح المعنوية للعاملين ومشاركتهم في تحديد الأهداف والنتائج. يعني نتيجة للحكم على الأداء بدقة وزيادة دفعية العاملين، روحهم المعنوية حتى ارتفع. تمام؟ طيب نيجي بقى الخامسة. يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا اولا مفهوم الإدارة بالأهداف، ثانيا ايه هي أهمية الإدارة بالأهداف او الخصائص بتاعتها، وبعدين اتكلمنا عن ايه؟ عن الخطوات بتاعة الإدارة بالأهداف، واتكلمنا عن ايه؟ عن الخصائص بتاعتها. نيجي خامسا بقى، ما هي متطلبات المزايا بتاعتها سوري رابعا نيجي بقى الخامسة، متطلبات نجاح الإدارة بالأهداف. قال لك عشان المجموعة من العوامل تساعد على نجاح الإدارة بالأهداف، اول حاجة وضوح الأهداف. وضوح الأهداف لكل من المنظمة والعاملين، ده بيمكن من ايه؟ من حاجتين، تحديد انسب الطرق لتحقيقها. الحاجة التانية يمكن من محاسبة الأفراد على أدائهم، لأننا بنحسبهم العبرة بالنتيجة وليس بالأسلوب اللي بيستخدموه. التفويض بالأهداف. التفويض بالأهداف يعني إيه؟ يعني أن تكون السلطة الممنوحة للعاملين عشان يحققوا الهدف وينفذوا الخطة مناسبة مساوية بقدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم، لا أكبر ولا أقل. نشوف بقى المتطلب رقم 3، حرية التصرف. يعني أنا خليته ينفذ وهو محدد الهدف، اديله حرية التصرف في اختيار الاسلوب اللي حقيقي ينفذ بيه، بمعنى ان يكون الموظف اللي هو المرؤوس الحق في حرية التصرف من حيث اختيار الوسائل التي يراها مناسبة لتحقيق الاهداف والتي تتيح له فرصة لاستغلال اقصى طاقاته. يعني الرئيس ما يفرضش عليه اسلوب معين، لا هو اللي بيختار الاسلوب، المرؤوس. قابلية النتائج للقياس، بمعنى ان يتم التعبير عن النتائج بشكل كمي وليس وصفي. يعني ما اقولش ايه تمت زيادة المبيعات بدرجة كبيرة، لا، اقول ان الهدف هو زيادة المبيعات بنسبة 10% عن العام الماضي. ندي نسبة محددة رقمية وفي صورة نسبة مئوية. نيجي بعد كده من العوامل ايضا التي تساعد في نجاح الإدارة بالأهداف، المسؤولية المشتركة. طالما ان عملية تحديد الاهداف تمت بالمشاركة بين الرئيس والمرؤوس، فلابد ان تكون المسؤولية واقعة، واقعة على الطرفين. ليه؟ لو حصل اي فشل او اهمال او انحراف عن الهدف، المسؤولية واقعة على الرئيس والمرؤوس. المساءلة الشخصية. طب لو كان الخطأ من جانب الايه المرؤوس، لا يعاقب في الحالة دي، بمعنى ان يتم معاقبة الموظف عن الاهداف التي يثبت بالدليل القاطع انه قصر في تحقيقها. طب ما انت اشتركت في تحقيقها في وضعها، يبقى لازم ما يبقاش فيه تقصير، لازم تحقق على اكمل وجه. كذلك عند المكافأة تكون مرتبطة بأداء الموظف. تمام؟ يعني قصر هياخد عقاب، انجز كويس هياخد ايه مكافأة. نيجي بعد كده لتعاقب الاهداف المحددة، بمعنى ايه؟ ان يكون هناك تكامل بين الاهداف الكلية المنظمة والاهداف الجزئية على المستوى الاداري. مثال ايه بقى؟ يعني الإدارة العليا، يتم الإدارة العليا دي مستويين، مجلس إدارة مثلا ومديرين عموم، أو مديرين عموم ووكلاء وزارة. تمام؟ في الإدارة العليا يتم تحديد الأهداف الاستراتيجية بين رؤساء مجلس الإدارة والمديرين العموم لمدة 10 سنين.
او 15 سنه. في الاداره الوسطى يتم تحديد الاهداف التكتيكيه بين مدير الادارات ورؤساء الاقسام لمده 5 سنوات. في الاداره التنفيذيه يتم تحديد الاهداف بين رؤساء الاقسام والعاملين سنه، 6 شهور، 3 شهور، اسبوعيه، يوميه، عشان المتابعه والرقابه. تمام. نيجي بقى للنقطه الاخيره، ما هي المشكلات التي تواجه تطبيق الاداره بالاهداف؟ اول مشكلة عندي عدم توافر الوعي الكامل لدى المنظمة، سواء كانت ادارة عليا او وسطى او تنفيذية. ليه؟ ان هم ما عندهمش وعي كامل باهمية الادارة بالاهداف، وان هي دي لغة العصر. المشكلة التانية، يحتاج تطبيقها لكثير من الوقت والجهد من جانب العاملين، يعني في من جانب الرؤساء وفي من جانب العاملين، لانهم عايزين وقت طويل عشان يفهموها ويستوعبوها. عدم مساندة فلسفة الإدارة بالأهداف من جانب المسؤولين داخل المنظمة لشعورهم بأنها تفقدهم قدر من سلطتهم، لأن مشاركة الرؤساء مع المرؤوسين في تحديد الأهداف ووضع الخطة، وإننا نسيب الحرية للمرؤوسين ينفذوا بالطريقة اللي تعجبهم، ده بينقصهم، بيفقدهم قدر من سلطتهم على المرؤوسين. صعوبة التوفيق بين أهداف الإدارات والأقسام والأهداف الكلية، يعني مش عارفين ننسق بين العملية، بين الأهداف الكلية والأهداف الجزئية. صعوبة وضع مقاييس دقيقة للحكم على النتائج المراد تحقيقها في بعض المجالات زي البنوك والفنادق، دي مؤسسات خدمية. طيب عايزين نحط كمي بنسبة 10%، ما نعرفش. لا، ده لازم معظمها هتبقى وصفي خلاص، وبالتالي هتبقى صعبة ان احنا نحط مقياس كمي للخدمات. ارتفاع تكاليف التدريب اللازم للرؤساء لعدم وعيهم بأهمية الإدارة بالأهداف، وللمرؤوسين اللي هم بياخدوا وقت طويل عشان يفهموا الإدارة بالأهداف حتى يمكنهم تطبيق الإدارة بالأهداف. تفشل الإدارة بالأهداف إذا تم التركيز على الأنشطة بدلا من النتائج. وشكرا.